الصنعة نفسها مش صعبة، يعني سهلة جدا، بس هي عاوزة رؤية فنية، يعني الواحد يكون عنده حس فني انه يطلع العروسة مثلا بطريقة معينة، بنسب معينة، بألوان معينة، يختار القماش بطريقة معينة. عاوزة صبر وعاوزة تفرغ، يعني تبقى قاعد كده بال 15 ساعة قاعد تشتغل. انا بستعمل ورق جرايد، وطبعا كل الخامات، قماش وجلد وجوخ، كل الخامات اللي انت متخيلها، يعني حسب العروسة، يعني حسب لبس العروسة. الناس بتحب العرايس، ما اعرفش، يمكن مثلا بتفكرهم بطفولتهم. وبعدين عرايس شعبية مصرية، ما فيش، اعتقد ان ما فيش يعني في المجال ده حد هنا في مصر. يعني هو ممكن المعلومات او المواد اللي بياخدوها الاطفال، اي مواد، تاريخ، جغرافيا، ممكن تدرس عن طريق العروسه. يعني لو 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 مدرس التربيه الفنيه خياله واسع شويه، هيعمل برنامج او بتاع من خلال العروسه، هيوصل المعلومه للاطفال. يعني انا كان نفسي قوي يحصل ان يبقى في متحف فعلا للعرايس، يضم بقى العرايس لابسه لبس الشعوب المختلفه، وفي بقى يعني نبذات عن الشعوب دي، او عن تاريخ الشعوب او كده، والاطفال ممكن كانوا يروحوا ياخدوا معلومات كتيره جدا.